في غرف مبنية من الصفيح تعيش عائلة أبو عودة من شمال قطاع غزة مع نحو 20 من أبنائهم وأحفادهم، غرف تفتقد إلى الدفء والإنارة كما تفتقد للأمن. الوضع صار صعب جدا، الأمور حتى الأمور المعيشية صعبة، توفر المي والكهرباء حتى الطاقة الشمسية، الأكل كله معلبات، إذا لقيت هذا لقيت. في الناس عانينا جدا جدا، ما قدرناش نجيب يعني طحين، قعدنا بطلع أسبوع 10 أيام والأمور كانت صعبة جدا جدا. هذا الخيمة مليحنا مكفيتنا ثلاث عائلات كبار إحنا، وهواء وسقعة يعني دوبنا يعني الحيطان ستريتنا وزينقو، والحمد لله ربنا مدبرين حالنا، وبننام على هاي فرشات وحصر يسلمونا اياها من المدرسة، والوضع سيء انتم عارفين يعني. اما هذه الغرفة المدرسية الصغيرة تحولت لمأوى لأكثر من 50 فردا من عائلات مختلفة، لا يفصل بينهم سوى القليل من قطع القماش، ويشتركون ذات المعاناة. مدارس ما كانتش مفتوحة بالأول، كنا كتير ندور ونلفلف لحد ما لقينا طبعا المدرسة هاي وسكننا فيها. في البداية كانت المدرسة كتير عادية، ما كانش بلا بيجينا أغراض ولا إشي، ولا كان في مية ولا كان في أي حاجة، يعني كنا كتير بنعيش معاناة في المدرسة. لما إجت الكابونة تاعت اليوم انبسطت كأني أنا لاقي يمكن مبلغ كبير، ليش؟ لأنه ما فيش عندي ولا حاجة، والمعاناة الأكثر البامبرز والحليب، لأنه أنا عندي ولد رضيع وعندي أربع صبايا، لما بدي أجيب له هدي غير ولا هدي لغير ما بلاقيش. مصر مش مقصرة، يعني أغلبية المساعدات اللي بشوفها أنا من مصر. أما النساء هنا فيجتمعن لإشعال النار وفرن الطين لإعداد الخبز هو بعضا من الطعام لعائلاتهن. بنشتغل على فرن الطين لأنه لا في كهرباء ولا في الوقود، حتى يعني مثلا عبي جرار غاز نشتغل على الغاز ما فيش بالمرة، والنسوان كلها بتخبز هنا على فرن الطينة، حتى لو بدهم يعملوا أي حاجة ساعات بيسخنوا مية فوق الفرن عشان ما فيش، حتى الخشب غالي، الجرى الغاز صعوبة لو واحد عنده جرة صغيرة يعبيها. تأمين أدنى مقومات الحياة كاد ليكون صعبا لولا دخول الشاحنات المصرية التي تحمل المساعدات بأنواعها المختلفة لقطاع غزة. أوضاع صعبة يعيشها النازحون هنا في خيام ومراكز الإيواء في جنوب القطاع في ظل تصاعد وتيرة العدوان على غزة منذ أكثر من 5 أشهر، فيما تسهم مصر في التخفيف من هذه المعاناة عبر شاحنات شريان الحياة التي تلبي احتياجات الفلسطينيين. من رفح الفلسطينية، بشير جبر، هنا القاهرة عاصمة الخبر.